شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البيان العملي لأنسب أسلوب لتنفيذ إجراءات التأمين التخصصي لأحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة. أقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على العناصر المشاركة بالبيان والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر كافة والاطمئنان على جاهزيتهم ومدى تفهمهم للمهام المكلفين بها. هذا ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميداني، مشيدا بالمستوى المتميز لجميع العناصر المشاركة، مؤكدا على الاهتمام بالتدريب التخصصي للعناصر كافة وصقل مهاراتهم التكتيكية والميدانية واستغلال طبيعة الأرض وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي داخل الوحدات والتشكيلات.